بما اننا بنتكلم عن هذا الفريق يعني كسب في الثواني الاخيره، خلينا نتكلم عن تشكيله الاول. تمام، استعرض اتفضل. طب خلاص اتفضل اتفضل، انا مش عايزكم تمشوا بس يعني. هو اولا طبعا طيب. النادي ده اكتر نادي حصل على الدوري البرازيلي. طب ممكن قبل بس ما نتكلم عن التشكيل نتكلم عن ارقام المدرب علشان تظهر ارقام المدرب على الشاشه عشان تبقى واضحه للناس. هو المدرب كان ماسك براجا البرتغالي وباوك طيب. اليوناني. براجا اللي كان بيلعب فيه احمد حسن كوكا، وباوك اللي كان بيلعب فيه عمرو ورده طبعا. نعم. تولى تدريبهم من 4 قدامنا الارقام على الشاشه، من 4 نوفمبر 2020 لعب معاهم 26 مباراه، كسب 15 اتعادل 6 خسر 5. أيوة. احرزوا معاه 45 هدف بمعدل 1.7 في المباراه الواحده كل 90 دقيقه، ودخلت شباكهم 18 هدف بمعدل، اعتقد ده معدل جيد لاحراز الاهداف جدا. يعني وحتى الدفاع يعني هو ماشي بشكل متوازن. الدفاع بتاعهم دفاعيا اقوى من ارقام الدحيل واقوى من ارقام البايرن امبارح. يعني البايرن كان بيدخل فيه هدف في المباراه، مع اختلاف المنافسه طبعا مهمه بس دي، بس معدل استقبال الاهداف 6 من 10، ده رقم كويس، دليل ان هم فريق على المستوى الهجومي جيد وعلى المستوى الدفاعي برضو جيد.